ايه يا معلم، شباب. الو، هلا يا معلم، هلا يا معلم. ايه يا معلم، ما فيها شيء، هي رجه بسيطه كان فيها. مين اشتكى منها؟ ايه بامرك معلم، بامرك، باخذها على التصليح. ايه تكرم عيونك، بخدمتك انا، بس والله ما فيها شيء. بامرك، بامرك معلم، بامرك. اهلا معلم، اهلا. شو بقى صار معه حسين؟ بياخذ كل غلط على التصليح. شو فيها؟ ايش بدها منا؟ السلام عليكم. هلا نايمه. عوضتهم كل؟ شو اخبارك؟ قلنا انه معروف. خير، شو في؟ لك ما في شيء معلمي، بترج مال الكرسي قال، بيجيبوا لنا الزباين وما في اللي بيحلى نصلح. بعد يا لا لا خلص، ما حسن. شو يطلع عند ابو المصلحة؟ على بعد عم نصلح حسن ما يا راسي، نحن مفوتين على البلد، بدك ما تصلح كرسي ما في شيء. يا سيدي ما صلح كراسي بالبلد، صار عندي يا زلمة. شو بدك طيب؟ شو بدك؟ بتعرفني؟ شو بدك؟ معلم هي يا اما الوزار يا اما البرج من تحت بايظ، ما في مجال. شو فهمني يا ريت؟ شو بدك؟ اها ايوه ايوه يا معلم، ايه وزار طلع. شوف شو يا حمام، لسه ما صار معه شيء. وزار جيبها مصلح، مصلح ايه يا زلمه بقى؟ ها عم بيقول لك الحاجه عم تشتغل يا معلم. خلص ها بعد ايه ها طيب انا هاي بتسال تبع مصالح اذا هيك بدك خالص يا معلم استهلا جرب اشوف يجي يقعد يجرب جرب ما بصير بخير تجربه يا الله يا شغل بس هيك اذا اجى قدامك استحناها مصلح وخلص ليش ايه خلص هذا اخذنا شغلناك ما اهنا فيك بس ما صراحه بدلني يا زلمه بدلني يا معلم حبيبي يا شباب معلم سلام معلم شاب رفيق نعيم رفيقي الله يحكي كيف يا امين ايه معلم حتى عم صلي ايه شو ما عاد نادي روح امشي كل عالم اه ايه لا تمام معلم هو تمام ايه حتى عم صلي جربها ايه كلفت 5000 يمكن بلاش يكلمني تمام والسلام عليكم نعيم نعيم بحكي لك وتوفى يا حبيبي يا حمار الو هلا معلم هلا معلم يسعدك ايه معلم باذن الله خلص اليوم بسوي لك اياها احي هي عندي جبتها وجبت لك كمان ايه ولا يهمك معلم ولا يهمك تكرم عيونك سعرك كله اليوم على اللب ان شاء الله خلص هلا دغري اسوي لك اياها تكرم عيونك ولا يهمك معلم ولا يهمك لا 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 ما راح اخلي اهلي يتدخل تربينا هذيك المره على عيني معلم هلا معلم شو بقى فيه؟ لا عشان ما ياخذها عم صلح. ايه شو بس؟ لسه كنت شغله عم بيصلح فيها، شو فاهمني فيها الشغلات انا؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا معلم، انا سكرتير ولا معلم صيانه ولا شو؟ ابو التوت الغالي انا عيني حياتي يا غالي، شو اخبارك؟ شو في خير؟ شو في؟ ما في شيء ما في شيء بس جايب لي هالبطاريه من فنزويلا جايته هديه صرعني فيها ألمانية وبدي أسأل أعلام فنزويلا فنزويلا؟ إيه للألماني فنزويلا رح أتعلم تركيب ألمانيها ما بعرف ما بعرف الطريقة إيه وبدي أسأل عن النت اليوم شفت عم تقطع الكهرباء وصرعني فيها تقول هلا جاي صاحب الهدايا لا لا أنا مسوي خلص والله وعدته والله وعدته بس لحظة يا زلمة أنا ما راح أصلح ما راح أصلح إيه لا تسويها روح وانت لا تسويها هلا نبهني هاي إيه هاي ألمانية يا أخي فنزويلا إيه هو كذب عليك عم يكذب على هاي يا اخي اذا بتوصلها بغير طريقه بتمشي هاي لازم نحامي على البرق والبرق على الحامي هاي العكس هنيك ايوه لا عرفان هيك ما قلت له انا هاي هاي بدم عن اي المانيه هاي المانيه اذا كان علمني كيف مسند ثاني مره اعرف شو اسوي هاي بتحطها هون تمام مبينه المانيه هاي لانه تمام الثانيه بتحطها هون شو صار؟ شو صار؟ ليش هيك عملت؟ طلعت فنزويليه اذا معلم فكوا شيء نعيم 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 تعال معلم والله هو خربها معلم انا بقدم على الحاله والله خربها نعيم عيطت من هذيك المره معلم والله هو خربها انا وين بتفرج ولا يا حيوان والله عم بتشي شو مقصر معك انا والله مقصر معك يا محمد يا ابو التوت يا ابو التوت يا حبيبي
طيب وصل لعندنا وجاي. طيب يلا. شو عم تساوي؟ ايوه كيفك شو اخبارك؟ شو في خير؟ ما بشي ناقصك عن ماي؟ ليه شو فيها؟ شغلها ولا حمية مواد دغري؟ ما دخل هاي بالماي دخل والله ما دخل هاي شغلة موجة لا لا صدقني شغلة موجة خلص مش الحال هلا عندي لا 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 خلص عليك شو مش الحال قلت لك فيلم امبارح البطل ورفيقه بالصحراء معلم اثنين قطع السيارة معهم بيقول له البطل رفيقه ولا يهمك عندي بقول له في وفاك تبان بعد هيك هاي بس شغلة بوجه الفيلم كثير كان حلو كان لازم تحضره معي شو هيك الفيلم بعد هيك الفيلم انه البطل شو صار كمان بالله معلم اول مرة بشوف بطل وبطلة في الفيلم بحبوا شو هاي طيب معلم بحبوا شو بدك فيها هاي بصلح لك اياها اول مرة بشوف بطل وبطلة بحبوا بعض بالفيلم معلم بحبوا بعض طول الفيلم عم يحبوا بعض بيجي رفيقه بحب مين البطلة العمى شو هذا بياخدوا معلم بطل شو هاد؟ شو هاد؟ فنجانية سبب؟ بطارية هاي فنجانية ما علمت هلا خلاك انت هو بيعمل هلا انا شغلت صيانه